بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا الدروس المهمة. نعم. الدروس المهمة يعني بالو يتمرت كفر أتلاقنا. ماذا نصنع الآن؟ كذب على من النصر. بعض الطلاب يقول اليوم تنتهي الدورة بإذن الله. عندنا تماريو توي مطالب العلم ما رفنا بقى إيه دورة يتزجاجوا دورة وين البرنامج فتناك كفر ولا يصير كذا. لا. الآن تبدأ الدورة. دورة ويمدمو هي برنامج بجمرة. ماذا تصنع؟ من دنا متسرع. تجتمع مع إخوانك. ك ويمدمو تجار كوادني تجار تسبسب. تراجع الدروس المهمة أولاً. دروس المهمة مراجعة تكلس ولا. تكتب المسائل المهمة التي أخذناها. يا أزنا تشو مسألوا تانقاره منو تبغي تستفاد. تتذاكر العلم فيما بينكم. بمكاكلة تشو علم مذاكرة تواصل. ترجع إلى أهلك، ترجع إلى بلدك. وده بيتسوتش تهدا له وده قرر تهدا له. تبدأ بالعمل. تكبر وده تكبر تقبل. تبدأ بالدعوة تعلم هذه الكتب. نزيم مسألة تشو ما استمرنا دعوة ما درت جمرة. لا تقرأ من كتاب. كتاب التنبب. لا. تحضر الدرس. نعم. يحضر الدرس في بيته. يحضر. نعم يحفظ من بيته. كبيته يحفظ. بتن كلها تياز. يخرج إلى المسجد لا يطيل عليهم. يقول لهم مثلا عندنا الدرس 5 دقائق بعد كل صلاة. كصلاة بهالا 5 دقيقة تمرت على بلو يبرو ده مسجد هيدنا. دارز مباشر. لا تطول عليهم. أترزم بين الصلاة. لا. يقول عندنا لا تخرج عن الموضوع لا تتفلسف فقط اذكر الذي ذكر الشيخ بن باز فقط رحمه الله لا تزيد لا تستطرد للا نجر اتجمر للا نجر اتفلسف كرسو تشاتوتا ابن باز يتناقروتن بتشا اسكمت لان بعض الناس يخرج عن الموضوع لا عندندوك اجندا وچ ميوتو سوتشال مون يلبت قل لهم انا انقل لكم كلام العلماء الأدلة من الكتاب والسنة فقط. أنا من أكل الله شو نقيا ما مت الله شو كقرآن كحديث بمرجع يتدقق في علماء نقدرنا بلا بلاش. معكم بيني وبينكم 5 دقائق بعد كل صلاة. كصلاة بوالا كنا نتقال بيننا بيننا تمراكل 5 دقائق. تجعل لك وقت محدد في كل يوم تدرس فيه مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقت تادرجال له يتوسنك وقت تادرجال لك الشيخ عثيمين قال درس قلنا أهم الكتب كتاب التوحيد وبلوغ المرام فكتابه كله بتام أنجب قابي وكتاب التوحيد لنا بلوغ المرام مهم جدا أن نحفظ وأنه أنجب قابي نقر بتن كلها تاتي محفز ما يزن تحفظ كتاب التوحيد كتاب التوحيد انت حفظ له تحفظ بلوغ المرام بلوغ المرام انت حفظ له تعمل تعلم سويت انت استمرار المجتمع الذي حولك الان لابد ان يتعلموا بزوره يعني مع ورسوج يجد ممر لباتهم لابد ان نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عليهم ولا نفترق ما سواسوا لبن لك النبي صلى الله عليه وسلم كصحابه قال اندمي سواسوا من لا يتلبن تبحث عن النوابغ خاصة الصغار النوابغ الذين عندهم ذكاء عندهم فطنة بدم تستولى له فطاني هون كالجوج تستولى له تعلمهم تستمراتوا له تجعلهم تهيئهم بأن يكونوا طلاب علم تزجاجاتوا له طلاب العلم يوكت فلاقي وجه ديهم لا تشتغل بهذه الأجهزة بزي أجهزة وين بموبايل بيزي أتدرجاتهم عندنا أوقات ضائعة خاصة مثلاً بعد الظهر مثلاً. بتام تبى هنا وقت لنستاري خزور بارع لتشن المل. هذه الأوقات الضائعة اقتنمها في الحفظ في المراجعة في سماع الأشرطة. إيشن وقت تتكامل بات بحفظ أشرطة أجن كاسيتو أجن بمسمات تتكامل بات بمستمر تتكامل بات بمحفظ تتكامل بات. أدعو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لمن بأن يعلمك أن تستمر اللهم اهدني وسددني الله يعني دلني على الطريق
ووفقني إلى سلوكه. تذكر أن يوم من قد تقومين عند زيوم قطع من بس ما من قد لما بقاس بلا لا لما. اهدنا الصراط المستقيم. كاتت أن يوم من قد مران بلا دعاء ذلك. لابد أن تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعمل شيئا إلا بدليل من كتاب أو سنة. يجد النبي صلى الله عليه وسلم بتجوازبت مبواز اللبه كقرآننا كحديث مرجع وشي ليلا مرجع نتتكب. ابتعد عن القيل والقال. كلهن هذا كلهن تناقرة كميلو كسوت وريوج مراك اللبه. حاول أن تغير المجالس التي نجلسها. يمنك ما تبتن سرسل كشرك أيرو كنبربت بهاريك أيرو. بدل أن تكون هذه المجالس فيها حديث عن الدنيا اقرأ فيها كتاب متن حديث. إن سرسل يا دنيا وري بمورات متك قرآن حديث يمي كرابتنا يمي نببت سرسل بادرقه. لا يلزم أن تقول للناس أنا معلم أنا مدرس أدرسكم. لا تقول تعال نتذاكر ساعة، ما رأيك نقرأ اليوم كتاب من كتب السلف؟ نعم قد أعلم أني أستمرت شوني أني أستاذت شوني مالت هي قد أعلم مالت من قبل نعم أني ما أستمر أنت ما أستمرين أني ما مر مالت يعلبها شوني مالت. العيب فينا نحن إلا من رحم الله. نورو يعلى تشكرو يعلى الله يعزنا اللي تقالونا مستقر كنيا لين يعلى تشكرونا. حتى في الرسائل التي ترسلها لا ترسل أي شيء. مسج قاني ملك قاني بتلك قاني ما نيوم مسج وين ملك عتلاك. ترسل رسائل أنت تكتبها من الأصول الثلاثة من بلوغ المرام كلام العلماء من الكتب. مثلا كلام الشيخ الاسلام او بن عثيمين رحمه الله الجميع. رساله ويمدمو مسج انكم ملك بنفلك كاصول الثلاثه انا كمساسلو تككلنيا كون مصاحفتش بالقران بحديث كتدغفو مصاحفتش لك عندنا شيخ الاسلام كصافاتو مصاحفتش نقله لغوادني هلاك. هل تريد ان تخرج من هذه الدنيا كذي دنيا لموطات تفلغالهن بلا اثر يا لمنم وطت يا لمنم فانا. لا أحد يتذكرك ولا يدعو لك. عند سو سأستوصل لأنت دعاء سادر أنت تكرم تفلك كموت قوارا. الآن الإمام أحمد مثلا أو شيخ الإسلام رحمه الله الجميع بعون ساعات إمام أحمد نزيم شيخ الإسلام كل ما لا يزال لا تونا ماتوا متون لكن ذكرهم باقي. نقدر كنت بوسطها كريم. إلى اليوم نقول رحمهم الله. إسكون وسات درس الله يزن الله توم رحمه الله يدعو أن نظر بالله تعالى. أين أهل البدع؟ أين هم؟ يبدع بربي تجتنا. ضاعوا. طفوا. نسيوا. ترسوا. أين الجعد بن درهم؟ جعد بن درهم. أين واصل بن عطاء؟ واصل بن عطاء مبارو يا معتزلة مريم بريدنا. أين هم؟ يدنا بذاب. ذهبوا. هلو. لا ذكر لهم. من أنت مستمع بالنكرة لا تشوف. يقول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إن قدر. إن شانئك يعني مبغضك. أنت نميت أنا سو على تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. نبي يمي كبرات تشوف يمي أقواد اللي هو نسو. يذم النبي صلى الله عليه وسلم. نبي يمي زلفنا يمي وكسو. هو الأبتر يعني المقطوع له عضو الذي لا خير فيه. ولا ذكر له. أكالو يتقرط مالت خير من بالي لله توست كتبوست يتقرط مالت نهينة تسوي. أبو لهب وأبو جهل. أبو لهب إن أبو جهل. يذم إلى يوم القيامة. إسكا كما كان سوى قزنا بنورت. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الإسلام. نبي صلى الله عليه وسلم إن إسلام عين موتنا مريوتكن. يدعى لهم إلى يوم القيامة. إسكا كما كان دعاس الدرج الله تينور. أنت اختار لنفسك. أنت لنفسك ولدت عند المرض. تريد هذا أو هذا. يهين يوم دمرت هذا ويسموك أصلا متفلقه. ستسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنبي صلى الله عليه وسلم سنة تتيك عليها. هل تعلمت السنة؟ سنة أنت مرها للمدعوة. هل عملت بها؟ بسنة وصرتها. هل دعوت إليها؟ وده سنة ودعوة درقها. هل صبرت؟ تقست درقها. على العلم؟ بوقت لي. والعمل؟ بتكبر لي. والدعوة؟ بدعوة لي. ستجيب وحدك. أنت بتشاهد ميت المرسي متملسات. اختارك الله أن تكون في هذا الوقت في هذا الزمن. الله يمرت له. بزيش زمن وستندخل. اختارك الله أن تكون في هذه البلاد.
فزي ببلاد الله سبحانه وتعالى أن تنور مرتها. الله سبحانه وتعالى لا يقدر على العباد إلا الخير. الله سبحانه وتعالى لعباده لباروج خير نجر لم يقدر الله. أراد الله سبحانه وتعالى لك خير. الله سبحانه وتعالى لأنت خير نجر شطول الله. لكن لابد أن ينظر الله سبحانه وتعالى ماذا تصنع أنت. نجر كن أنت من الدم تسرى يقد الله ما يتعلبت. هل تكون مع أهل الباطل؟ كباطل باربي تشكر مهون أنه. أو تكون مع أهل الحق. ويس كحق باربي تشكر مهون أنه عندي ملك كثر متفلقه. ستسأل عن كلمة تتكلمها. بمثل ناقرات عندي قال نقول تطيق عليه كما كان. لا تحكم على الأشخاص. بسويت لي بياني أتبين. فلان مبتدع. أكلي مبتدعين واتبين. فلان ضال. أكلي أمامان واتبين. فلان كافر. أكلي كافر نوع. هذا ليس لك. إيه لأنت للمبتدع. هذا لكبار العلماء. إيه لتعالى لك علماء وشنو. للقضاء الشرعيين. لك آدي وشنا لشريع دانيوش. ما هو الواجب علي؟ بني علي بني لي قل من أحذر. أحذر أعلم ما استمرنا أنصح ممكرنا أدعو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ملمنا الهداية بيد الله ودكنك ودانا ممرض هي ما يطيب عنه يا الله علينا النصح التبين الإرشاد بني على يالبن دانجر سويته ودتك كلني وقت حتى ما تقوم بتشان والهداية بيد الله سبحانه كنون قودانا ما سيسقن مبتو إيمانه يا الله إن لم نتعب نحن هذه الأيام إنيا باون ساعة كلفن الجيل الجديد سيتعب يمكتلو تولد ملفات ويكر وقلنا هذه فرصة ثمينة لكم إيه لأن أنت تلك الدنة ونلال اغتنمها هتكمو بس لا تتشتت في الذهن أطلب هذا العلم وهذا العلم وهذا العلم عمرهن عتبتاتن ورز العلم ورز وقت ورز وقت عتبتاتن عمرهن ركز أنت تكرت ست ودهن حقق الهدف على ما يعني ارقطني أدرك أكثر الشباب شباب وطاطوشنا أبزا له هدف واحد لا لسو عند على ما ما هو لسو على ما من دنو الزواج قابتشا وفي الغالب يحقق هذا الهدف بابزا هنيو إن على ما يتزوج يا قبل هلو صح ولا تككر له هنا طيب الجنة ايشي ملكم جنتس الدعوة دعوس تعليم الناس سويت ما استمرس هذا الذي له النفع الكبير ايه تلك يونتكم يالوينو لا تنسى نصيبك من الدنيا لا اشكال منم تجري لهم كدنيا درشان على مرسات دنيا نجر مسرات منم تجري لهم لكن تجعل غالب همك نجر جن ابزانيا وحسابنا الوقت العمل يسرى جزين في طاعة الله بالله سبحانه وتعالى بمتازز ادركو تستطيع أن تغتنم هذه الأجهزة في طلب العلم في الدعوة. إن الموبايل مسارع دعوة لدعوات تتكمدت. لماذا نستغلها في نشر الشبهات في الضحك في اللعب؟ يتلايو بجثة وكل ما استراجت لمن دنو من التكمدت الموبايل مسارع سويت عندي سكو سويت عندي كلدو. لا تتكلم عن الحكام. بمريو تلاي عتناجر. لا تشتغل بالسياسة. ببوليتيكوس بدان بيزي عطوتا تدعو الله سبحانه وتعالى للحكام بالهداية لمريوش الله سبحانه وتعالى كنون قدانا عندي مراجو دعاة رقلاتو رزقك على الله يعني تسيساي با الله الجنو الجنة لا تطلب إلا من الله جنة كمان ما تفلقن كالله انجي كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله اندازيو رزقاتن سيسايتن كالله انجي كمان ما يفلقن ما لنا وما للسياسة لن يامنا لن سياسة ودبوليتيكا مقبات إذا دخلت إلى المسجد وده مسجد يقبه قزي اشتغل بالطاعة بالعبادة الله بعبادة وينبع أملكوت بمتازز لي تتمد لابد أن تحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة عمس وقت صلاته بجماعة لمسجد ين تتباوك سجد في الصف الأول مجمري صف لي لما قنيت ترت هذا تحافظ على السنن الرواتب سنة رواتب يوم سنة نبي صلى الله عليه وسلم تتواجه ما هو سنة عشرة ولد ركعة وتشالو الناس تبقى سجد السنن المرتبة مع الفرائض كفرض قال عبره مرتب يوم سنة وتشالو أربع ركعات أو ركعتين قبل الظهر كزور بفيت أربع ركعة ويمغلت ركعة وركعتين بعدها كزور بهلا غلت ركعة وركعتين بعد المغرب كمغرب بهلا غلت ركعة وركعتين بعد العشاء عشاء بهلا غلت ركعة وركعتين قبل الفجر كفجر كصبي بفيت غلت ركعة تحافظ على الوتر
وتر الصلاة إلى الصلاة عندك مندزج تبقى سجد أقل الوتر أقل الكمال ثلاث ركعات كوتر أنا استنيو صوست ركعة وأقل القليل ركعة بتعم أنا استنيو عندي ركعة أكثر الوتر 11 ركعة كفتنيو يا ويتري ركعة أسرع عند ركعة تحافظ على الوتر ويتر أنت بك سجد على صيام الاثنين والخميس سنيوننا حموسن بمسوم تكرت ست والاثنين آكد في الفضيلة بدرجة بلاجو كهاموسنا كسنيو يسنيو يبلغ تصوم الأيام البيض من كل شهر هجري الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض مبالي دقمو يصوم كناتو تشالو بوروس سوس كناتو بهجرو أفتاتر أسرا سوستني أسرا رتني أسرا مستني تحافظ على أدراء الأذكار المستحبة بعد كل صلاة مفروضة يتوددو يهونو ذكرو تشندقمو كفرد صلاته بحالة الذكر تبقى ذكر ذكر أذكار الصباح أذكار المساء يا مشتنا يا نقات دقمو ذكر تشالو ذكر الأذكار عند دخول المنزل عند دخول الخلاء عند دخول المسجد عند السفر عند الركوب بيت بمتقابا بتكزي ميبار ذكر على بمتقابا بتكزي ذكر على مسير ستقابا شنت بيت ستقابا يمي بارو عندنا جزوه لا يمي بارو ذكره تعلو الناس يقولوا تتابع كبلاته هذا عمل بالسنة إيه بسنة ومسرات مالتهم يبارك الله سبحانه وتعالى لك في أوقاتك الله سبحانه وتعالى وقتا بركة درج الله ويبارك لك في أولادك في مالك لجوجينم جنزمينم الله بركة درج الله تجد أثر هذا عليك يزين وتتنا فانا بانت لا يتأول تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص في القول والعمل بنقدرن بتكبرن الله سبحانه وتعالى إخلاص ديسته لا الله ولا يمتسرى اللي أدرجه الله أنت لمن هذا لا تقرأ إلا في كتب العلماء الموثوقين مسأف الطالب تامان ينتهي تسطعته أمة الإسلام يمسكر الله تعالي موجين كتابه لا تقرأ لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الكتب التي حذر منها أهل السنة والجماعة حذر منها العلماء علماء وإما أهل السنة يستنك قواتشون يتوراة يإنجيل محرف يهون يتطعمهم كتابه التانب لا غيبة حاميت ميبان لقريلا ولا نميمة ورين كان وصدو راندو ما قبل ما تالات سويلا ولا كذب وشتن منور اللبتن ولا غش ولا خداع سويتم ما تعلننا سويتم مكدات ميبان نقر منور اللبتن يقول الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ بن باز مليون ربر الحياة في سبيل الله أن تعيش 60 سنة 70 سنة في سبيل الله لله عاملا بطاعة الله مجتنب المحرمات الحياة في سبيل الله يقول أصعب من الموت في سبيل الله أن تعيش 60 سنة وأنت لله تعمل تصلي تصوم تتصدق تترك الشرك هذا صعب أما الموت في سبيل الله سهل لأن هذا الآن أصحاب العمليات الانتحارية ممكن في ثانية يدخل ويموت صح أما يعيش 60 سنة 70 سنة يبتعد عن المحرمات مدامع الطاعات هذا صعب إيه بتعمل الشجارين وسلسة متقيتو الله اللي يتجزا منورنا حرام كونه نجرج رقو منور إيه بتعم صعب نون ملت وين ما استجاري نون ملت ولهذا يتوب بعض الناس بزي مكريات عندنا نسوي توبة يا درجالو ويقول أريد الآن أدخل في عملية انتحارية لا أستطيع أن أعيش 60 سنة 50 سنة على طاعة الله صعب الله سبحانه وتعالى سلسامت مجزات وتأم كبر سلهونا أنا راسين بمعطفاتنا جهاد في سبيل الله قبل شيء جنة مقباتنا مفلقوا منه سوى الشارع نعم نعم أو يريد بسرعة بطعم بشكولة وين بفتنتنا مفلق يقول أريد عملية انتحارية الآن أهونا مفلقوا بكاية عطفتوا مدفات مقبالة ونقر أهونا مفلق إلا أما أن أصلي كل صلاة في وقتها مع الجماعة وأترك المخدرات هذا صعب إيه سيجارة من متو شيشان متو تعاتون متو عم مستوق صلاة كل مسجد ادمي 60 عام بيون هي بتاع ماسشغاري نو ስለዚህ ማድረግ ያለብኝ ራሴን አጥፍቼ ጀሃር في سبيل الله ጀነት መግባት ነው የምፈልገው አልሐያ في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الشيخ بن باز ንግግራቸው ይሄ ነው እንግዲህ ማለት نعم اذا لابد ስለዚህ የግድ ነው ان تسعى في ان تعيش
في هذه الدنيا كما كان السلف الصالح. سلازي بزيج بدنيا لا يستنور سلفوچو بنوروبت عينت هنيتا نو منور يالبه. هل يوجد عندنا هنا في اثيوبيا من يقوم الليل بيتيوبيا وست يغنيالنا ويختم ليلت يقوم ويختم القران في ثلاثه ايام بسوست كان قرانن ميختن سو يغنيال ايتيوبيا وست عند سو ويصلي مع الجماعه فصلاه الجماعه يمغني ويعلم الناس سوتن يستمر ويامر بالمعروف فملكام مياس وينهى عن المنكر فمدفو ميكلكل يوجد يغنيالنا نعم وهو معكم عايش في اثيوبيا يوجد يغنيال كيف وجد وقت وانت لا تجد وقت እሱ እንዴት ወቅት አገኘ አንተ ወቅት ማታገኘው ለምን ነው كيف እንዴት اذا هو اراد هذا ودع الله وعمل واستطاع ان يختم في 10 ايام في 3 ايام القران ስለዚህ ይሰው الله سبحانه وتعالى ስለለመነ ነው በሶስት ቀን የሚختمው ወይ በአስር ቀን የሚختمው ወይም ደግሞ ሶላተል ጀማዓ የሚገኘው الله سبحانه وتعالى ስለለመነ ነው ወቅቱን الله በረካ ያደረገለት ነው የሚለው احيانا عندنا زي نجد في بعض المساجد عندنا مسجدوچ እናገኛለን كبار السن ادمياتهم كف يا رسول الله هذا لا يمكن ان يتغيب عن الصلاه ابدا كصلاه منهم انت ما يتغيروا ما ادري لماذا لمن دنو كبير في السن ادمياتهم تلك نو كل صلاه الجماعه اول صف እናገኛቸው ሰዎች አሉ لا يمرض اي تمموا من الصلاه لا يتعب اي لفوا لفاتوا سايغبا كل ما تدخل مسجد تجد هذا مسجد بس بمتغابل شيء تاغنيوا الله ينسى لماذا ده مندنا يريد الجنه جنه تنفلقوا له وطلاب العلم يوقت فلاقيوچ كن الا من رحم الله الله يهزن الله تو كانوا يتاخر عن الجماعه كجماعه سيزغيو يتايا هذا حال طالب علم ايه تمرت فلاقيوچ باهري نونه احد جماعه المسجد من العوام رجل من عوام المسجد من عامه المسجد رجل رجل عند قلسه بالله كزي كتراو ما حبرسه كميسجدبه لقي طالب علم يوقت فلاقي ناغنيه هو يعرف هذا الطالب يعني طالب العلم وهو يوقت فلاقي ياقو نبره فقال له يا ولدي انت اللي جوه ياله انت طالب علم انت يوقت فلاقي نهدي قال عارف. نعم لا تعرف هذا انا طالب علم اتوكم من دي اني مكو قد فلاقي نيان قال لك يا ولدي انا لا ارى اثر طلب العلم عليك ما انت لايقن يوقت فلاقيوچن اثرنا فاناوتيت علي بهمس انديت نوال لا اراك في الصف الاول مجمر يا صف لي عليهم اراك تتاخر عن الصلاه كصلاه الزقي نمي ليس هذا حال طالب العلم ايه يوقت فلاقي بحر يدلم عندنا شاب كنيازن عند وطات الله هذا الشاب عينه مدرس في قريه نائيه من القرى بعيده عن المدينه كمدينه عراق مثل عندي مندر لي ازا لي اسقمتت بهالافت نسطت اللي يستمر معناته يقول هذا يوجد شيخ كبير في السن هذا لا يمكن يكون الا خلف الامام دائما موجود في الصف الاول ازا مسجد وسط معناتناش بادمي بتام يغفى سو الله كلهم يمكنيو يت نو اول صف لاين يمكنيو يقول ليله من الليالي لم ياتني النوم في الليل لم ياته النوم هذا الشاب هي وطات كليلتوچ عند ليلت انقلف يبال نجر على وسدهم فقال اذهب الى المسجد وده مسجد ليهد بنو تنسى كبيته اريد اليوم اسبق هذا الشيخ الى الصف الاول واجلس في مكانه ان الشيخ شي زارق لقدمه بيه بليلت هيركو ينقلف بيبل ما له يقول فتحت باب المسجد يا مسجد بر سكفت المسجد الانوار مغلقه مبراته طفتان وقلت بسم الله بسم الله بي قبل يقول عندما قلت بسم الله واذا هذا الشايب جالس في المسجد يقول لا اله الا الله يا مسجد من يا لمتا لا اله الا الله يا لمتا يقول ما استطعت نسبق هذا العجوز اين العجوز ومين شماغلي لقدمه والشركم الجنه لا تعرف صغير ولا كبير جنه اتاكن نسان شماغلي ولا تعرف اثيوبي او غير اثيوبي عربي او غير عربي لا تعرف ايثيوبيا كايثيوبياوچ ميبال اتاكم ويم دمو عرب كعرب وچ الله عجم بلا اتلم جنن ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله سبحانه وتعالى زند كبر يالو سو درجه يالو سو تقي يهونه ويم الله ميفرا سو اذا لا ينقصنا علم ስለዚህ ወቀትኛን አጎድለን ያንቆስነ عمل تطبيق እኛ ጋር የሚጎለን ነገር ምንድነው ወቀት ሳይሆን تطبيق ወይም ደግሞ ተግባር ነው የሚጎለን لابد ان نعمل ስለዚህ የግድ መስራት መቻል አለብን نجتهد በጣም ጥረት ማድረግ አለብን نتعاون
ارسبس متجاجز على لماذا يتعاون أهل الشر؟ يشر بعربيتوش وهم يتنقل بعربيتوش لما كلهم يتجاجز. الآن لو ترى هؤلاء مثلا في القات في المخدرات يجتمعوا لمثال إجاءات هكواوي بتيد ششان منامن يوصدوا سويت هكواوي بتيد يسبع سبالو يتجاجز على يردد. وفي الخير لا اجتماع إلا من رحم الله. بخير نجرجن ميسبع السبيل لما الله يهزن اللي تكارونه بستكر. نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا قراءة السيرة. يا نبي صلى الله عليه وسلم تاريخ مامبا بطعام أنقب قابير. لماذا؟ لمن؟ تتربى بس ذالي تقود كتات هاد قاله. تعرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار. هي كل الدنيا تاكات الله برقت أن ينت مارد ليفتنا عقر يلفات عقر مهنوان تردال تقنزبال. تتعلم الصبر، تتعلم الإخلاص. تقستن تماربت الله إخلاص ميبالو لا الله بلو مسرات ميبالو نقل تماربت الله. تتعلم طرق الدعوة، كيف تكون الدعوة يدعوهم من قد انديت اندهون تماربت الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من شارك وساهم في هذه الدعوة، وأن يخلف علينا وعليهم بخير في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكذلك نحن جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم جميعا، جزاكم خيرا.